حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالبس أن التراجع الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا يهدد بالقضاء على التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً بالدول الفقيرة. وقال مالبس إنه إذا لم يتم التحرك بسرعة لتعزيز الأنظمة والمرونة بالدول الفقيرة، فإن مكاسب السنوات الأخيرة في التنمية قد تضيع بسهولة. Of it over and over again. I met with the presidents both of Kenya and of Ghana.